السلام عليكم. عليكم السلام. سني سني صحيح. اي من هي الأمة الوسط ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهي الأمة الوسط اللي هي شاهد علينا مين؟ أصحاب النبي وآله طبعا. أحسن، أصحاب النبي واللي يزنون واللي يشربون الخمر وكذا منهم؟ ها؟ غير محسوبين عليهم. ها يعني نخرج الذين يأثمون ونبقي الذين لا يأثمون. صحيح. إيه. الصالحين والذين يتوبون طبعا، يعني اللي مثلا يسووا الذنب ويتوبوا. محمد. زين، هؤلاء الصالحون اللي تتفضل بهم، هؤلاء يذنبوا ولا ما يذنبوا؟ أكيد، لكن ذنوبهم ما تصل لدرجة كبائر. لحظة. لا ما عندك إحصائية، أنت عندك 120 ألف إحصائية عن كل صحابي أنهم أذنبوا. أنت ما تعرف منهم الصحابة. أنت الصحابة الله وكيلك اللي تعرفوهم واللي ترجمت لهم أكثر عدد عندكم 26 ألف صحابي تقريبا. هاي إذا أنا مبالغ، إذا مو 16 ألف. فأنت لما تقول لي أنه الصحابة ما عندهم كبائر، أنت ما تعرف من تقدر تعدد لي 120 ألف صحابي؟ ما تقدر، ولا كتبكم ولا أي واحد على وجه الأرض يا عيال. فلا تجزم بهذا الأمر. الآن نأتي، تقول ما عندهم كبائر، عندهم صغائر، صح؟ صحيح. زين، الزنا والقذف بإحصان وبغير إحصان وشرب الخمر، هذه كبائر ولا صغائر؟ أكيد كبائر. طيب ابن عثيمين يقول أن الصحابة حصل منهم زنا وشرب خمر وقذف بإحصان وبغير إحصان. ومن هم ذلك الصحابة اللي قال عنهم ابن عثيمين؟ لا، ابن عثيمين مين قال يعني؟ أنا أقول لك مثلا عمر بن الخطاب. الآن عمر بن الخطاب يقول للنبي احجب نسائك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. هل الصحابة فجار ولا لا؟ طب ممكن أسألك وين مصدر الحديث هذا والكلام هذا؟ هذا في صحيح البخاري ومسلم. ممكن رقم الصفحة مثلا يعني؟ ايه، الآن تريد أقرأ لك إياه؟ تفضل سيد نقرأ له. إيش مشكلة؟ الآن أقرأ لك رقم الصفحة وتدلل، بس أنا أريدك أنت مبين أستاذ خالد، مبين إنسان تبحث عن الحق. فإذا قرأنا أحسنت، إذا قرأنا المفروض تسلم. الآن شوف أخونا، هذا كتاب صحيح. هذا الآن لحظة في فتح الباري، تقرأ لك من فتح الباري بعدين. يقول فانزل الحجاب. هذا أمامك الآن. والله إن نساءك يدخل عليهن. نعم أحسنت سيدنا. نعم. قال سيدنا. هذا صحيح البخاري يا أخوان العزيز، هذا أمامك صحيح البخاري. هذا يقول عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبنا فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. طيب مسند أحمد يقول يدخل عليهن البر والفاجر، والسنة الصحيحة أيضا. وفي مسند أحمد يكلمهن، يعني دخل عليهن ولا لا؟ هو يدخل عليهن يكلمهن بعد. هو شو يا أخي، ما في تليفون سابقا، يعني شلون يكلمهن؟ كيف يكلمهن إذا ما في تليفون؟ يعني يدخل للبيت ويكلمهن، ولا في السوق ولا في الشارع؟ لكن وراء حجاب أكيد يعني هناك. لا، شلون نزلت الحجاب أخونا؟ هي يقول فنزل عمر يقول له احجب نسائك، عمر يقول له احجب، يعني لما أنا أقول لك صلح السيارة، سيارة خربانة وصلحها، صح؟ صحيح. طيب احجب نسائك، خربانة ولا ما خربانة؟ مش بالضرورة لا طبعا يعني. هذا حجي، هذا الثاني يعني الآن رجل في مول. بس لحظة سيدنا. نعم. الآن رجل في مول ويأتي إنسان ومع زوجته، يأتي إنسان له ويقول له يا رجل احجب زوجتك، هو ينظر إلى زوجته يلقى زوجته محجبة وكامل، يضربه كف يقول أنت ما تستحي، ما تشوف زوجتي الآن محجبة، زوجتي الآن محجبة، ليش زوجتي محجبة تقول احجب نسائك احجب زوجتك؟
فعمر ليش قال للنبي احجب زوجتك اذا هي محجبه؟ طب ممكن اسالك برضو عن تفسير هذا الحديث من كل كتب من العلماء؟ يلا يعني. اقرا اي عالم من العلماء اقرا واحنا نناقشك، ما عندي كل مشكله. بسالك اذا في عندك تفسير يعني من كتبنا. اي عندي تفسير ابن حجر. تفضل اقرا لي يا غلبه. شوف معي. ما مشكله. يقول قوله فانزل الله الحجاب، يقول فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي، شوف يعني دخول لبيوت النبي. وسياتي في تفسير الاحزاب من سبب نزولها قصه زينب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت واستحي النبي صلى الله عليه وآله أن يأمرهن بالخروج فنزلت الحجاب. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وسيأتي في حديث عمر قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزل الحجاب. ثم بعد ذلك يقول ومحصله أن سودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم، بعدما ضرب الحجاب وكانت عظيمة الجسم، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. يعني أخونا الكريم والله الأمر مخزي. يعني سابقا تدري أنت عزك الله والمستمعين ما في تواليت، فالنساء ماذا يفعلن؟ يذهبن إلى المناصع، يعني يذهبن إلى البادية، خلينا نقول يبتعدن عن البيت يقضين الحاجة ويرجعن. عمر واقف ولاحق سودة. لاحقها؟ اي والله، يقول عرفناك يا سودة. يعني التفسير حكى انه بقى لحقها يعني. اي هو يقول عرفناك يا سودة، شلون عرف؟ يقول وبالمناسبة لا تخفين علينا، يعني هي سودة كانت ظلام. يقول كيف عرف انها سودة؟ يقول لان عرفت سودة لانه امرأة يعني كبيرة الحجم، واضح؟ فهذه المرأة الآن أنا سألك بالله، لو أن امرأة ذاهبة إلى عزك الله للتواليت، أنت توقفها تقول عرفناك وتحجبي؟ إذا رأيت لا طبعا ما أوقفها. طيب ليش عمر يوقفها؟ ليش؟ بس يعني التفسير ما أظهر أنه بقى لاحقها مثلا يعني وقفها. هو يقول الآن وضعوا على الشاشة وكانت امرأة طويلة فناداها عمر، كانت امرأة طويلة فناداها عمر قد عرفناك يا سودة، قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن تنزل أو تنزل آية الحجاب. قالت عائشة فأنزل الحجاب، يعني عمر حريص يقول لسودة عرفناك ثم نزل الحجاب، لأنه عمر زين امرأة رايحة للتوالية تش عندك ملاحقة؟ هو بيت عمر يمه، الدنيا ظلام، كانت الدنيا في ظلام يعني قد الدنيا ليل. ايه يعني تشوف وده تروح والدنيا ليل يعني جوز ما عنده لا تزوج حاجة. هو شنو شغله قاعد بباب بيت النبي؟ يعني مثل مراقب مثلا، وصي على نساء النبي، هو شو يسوي؟ هو اصلا بيته ليس قرب المسجد وليس قرب النبي صلى الله عليه واله. أدري قاعد بالليل مقابل بيت النبو قاعد يثنى على النسوان للطابة والطالعة، شو من شغلة مثلا؟ ما هو عمله أخونا الكريم؟ طبعا الرواية اللي ذكرها حج وعد بالبخاري، هاي بصحيح البخاري، هاي أخونا، هاي صحيح البخاري، هاي أمامك على الشاشة صحيح البخاري برقم 5886 باب آية الحجاب. يقول عن عائشة كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله احجب نسائك، قالت فلم يفعل. ما عنده غير على النساء، عمر أغير. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وآله يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، يعني يروحن يقضن حاجة في المناصع. فخرجت سودة بن الزمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو جالس في المجلس،
فقال عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل حجاب. بالله عليك الناس قاعدة يعني إحنا بلغة العراقيين يقول زلم رجال قاعدين ومعهم عمر مجموعة من الرجال وقدام الرجال يصيح لها يصيح على زوجة النبي عرفناك يا سودة يشهر بها قدام الناس عرفناك يا زوجة يعني يا بالله تقبل هذا على أهلك؟ أنا ما آمن صحة البخاري ومسلم كاملا يعني أحسنت في حديث صحيح فيه لكن لا آمن بكامل صحة أحسنت بيض الله وجهك هذا اللي نريده يا أخوان الدفاع عن النبي أولى من الدفاع عن عمر وغير عمر هذا اللي نريده ولا عن البخاري. المشكلة أخونا الحبيب أنا ما عرفت اسمك المشكلة في الحديث سيدنا هنالك نقطة مهمة جدا والله يا أخواني أكثر ما يؤذيني هذه النقطة في الحديث ما هي النقطة سمعوا أخواني يقول أن عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه أزواج النبي كنا يعني عائشة تقول أمر طبيعي كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا يعني امرأة تذهب إلى التواليت فتخرج ليلا إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي عمر يقول للنبي احجب نسائك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل. الله أكبر يا أخواني يعني بالمول كان قبل الآية ما يخالف بس اي اي يا اخونا العد يعني عرض يعني. النبي يعني النبي عمر قبل آية الحجاب عنده غيرة اكثر من النبي قبل آية الحجاب يعني واحد يقول له للنبي يابا استر زوجتك استر زوجتك يقول ما يفعل ما يفعل ما يفعل وعمر يلح يقول ولم يفعل النبي هذا شلون النبي هذا اذا متارك الأمر أخي أخي الحفاظ على العرض هل هو من الأخلاق من مكارم الأخلاق أخونا العزيز الحفاظ على العرض هل هو من مكارم الأخلاق من أخلاق العرب وين رحت وين رحت أخونا والله الأخ ما أدري انصدم من الحقائق والله ما أعرف والله العظيم بس يقرؤون كتب يتشيع والله العظيم يقرأ البخاري ومسلم كافي أنه يتشيع فقط فضل الشيخنا الحبيب أبو حسن حياكم الله حجي سيد ميثم الموسوي الله يحفظكم بحفظكم حياكم الله حبيبنا أبو حسن الله يبارك بكم يحفظكم إن شاء الله حجينا يعني اليوم إذا أريد نفكك العبارة نفس كلماتك الجميلة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه الأمة منكم ليست بأجنبية وهؤلاء الذين يدعون إلى الخير أي بمعنى من هذه الأمة وهي تبعيضية أي بمعنى ليس جميع الأمة يدعون إلى الخير متفقين جيد لنجعل مصداق لهذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المصداق الأول هل دعوة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الخير في الدنيا أم في الآخرة هل دعوة رسول الله كل ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أم بين وبين نجد للخير لغير الخير نجد بأن هذه الدعوة ليست بخير إذن أصبح المصداق ليس بداعي لكل الخير فهل تقبلون هذا الكلام يا سنة؟ سؤال يرد لا بد من الإجابة على هذا السؤال في قضية تأبير النخيل هذا أمر الأمر الآخر عمر بن الخطاب عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس قد نهاك على اعتبار لفظة نهاك بصيغة الماضي والحكم سابق هل رسول الله لم يكن يعلم
بأن الله قد نهاه عن يصلي على من المنافقين أو على أحد من المنافقين، وعمر بن الخطاب يدعو رسول الله بأن لا يصلي. الآن يصبح المصداق الأول إذا قلنا بعدم دعوى رسول الله للخير، ويكون عمر بن الخطاب هو المصداق الأول لذلك الذي يدعو إلى الخير. أفيدونا بارك الله فيكم أيها السنة، أيهما الداعي إلى طيب خلي يجيب الأخ محمود. تفضل الأخ محمود. تفضل.